عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امامي الحضور السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمحوا لي عندي كلمه. بارك الله فيك. نورنا. الله يسلمك. الله يعزك. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. المتكلم عن ابن اخوكم واخوكم عيسى المحسن العبد الله السبيل. الله يسلمكم ويبارك فيكم. والان انا كلفت بمهام عام اللواء 56 حشد شعبي في قضاء الحكم. وجزء اكثركم عندكم خبر. حقيقه انا تربطني علاقه قويه مع اخويا صديقي سيد غازي، وصار اتصال بيني وبين سيد عبد الله. فقلت له اريد امر اشرب القهوه بهالمضيف العامر ان شاء الله. هذا شرف لنا. الله يبارك فيكم وانت شرف. عادة كثير من المسؤولين يتكلم بمنطق السياسة وكيف يتربح وكيف يصعد وكيف وكيف، احنا نتكلم بموضوع الامن والاستقرار، وهذا اهم موضوع انا اشوفه في عملنا، انه الامن واستقرار المنطقة أهم من كل شيء. إذا ما يكون أمن في المنطقة ما يكون أي عمل إيجابي في المنطقة. يعني لا الفلاح يقدر يصل فلاحته، ولا أبو المحل يقدر يقعد محله، ولا أبو السيارة يقدر يركب سيارته ويشتغل. وهذا شيء معلوم وكلكم مريتوا بهذه الحالة. عندما نقول مريت بهالحالة، هذه هو مرور داعش واحتلال داعش المناطق، وشفنا المساوئ والأذية اللي أداها والبلاء اللي صار من قبل الدواعش في مناطقنا. فاحنا من جينا نسلم عليكم، نطلب العون منكم. انتم كلكم يعني اصبحتوا هسه رجال امن حقيقه، كل الناس بفضل الله سبحانه وتعالى. والاذيه اللي اذاها داعش في مناطقنا، كل الناس قامت تتحسس من داعش، وكل الناس تتخلص من داعش. ولكن احنا هذا مجالنا ومجال عملنا، يجب ان نوع الناس ونسولف للناس، ولو انتم ان شاء الله ما تحتاجون، انتم توعون الناس وانتم تسولفون للناس، احنا نتعلم من عندكم. حقيقه اني هذا ما حبيت ان اوصله لكم. تشرفنا. وانتم تدرون يعني لا احد ينسى ان العدو لا يزال لحد الان يعني جاي يتربص، يريد يصل الى مناطقنا في كل مكان، سواء داخل الحويجه او بالزاب او العباسي او الرياض او المناطق المحيطه الاخرى والدبس، وجاي تسمعون يوميا انه حدث في مكان، والاحداث اللي جاي تصير بالمكانات في المكانات اللي اهلها ما متعاونين. واظن ما ظل يعني هسه من المعيب اهل المنطقه ما يتعاونون بعد اللي صار بينا والاهانه اللي شفناها والاذيه اللي شفناها، يمكن ما ظل حد ما حد ما يتعاون مع الاسف. واليوم الحشد او الاتحاديه او ابو الشرطه المحليه والاجهزه الامنيه الاخرى، هم كلهم ترى ولدكم. اكيد. والناس اللي جايين من غير مناطق هم ايضا ابنائكم وابناء المنطقه، لانه اكيد هم من العشيره الفلانيه ومن العشيره الفلانيه، واحنا كلنا تربطنا صله رحم وقرابه وعلاقات ما بين العشائر الاخرى. فأعمامي أنا جيت أسلم عليكم أولا وأسمع منكم، إذا عندكم شيء قد يكون بعض الناس من الحشد يجوز قد يكون عساء لمواطن أو مسيء لأحد، احنا هذا الشيء ما نقبله، احنا ناس نريد نخدم ونريد نحقق أمن. ويجوز أنتم كلكم سمعتوا بالعمل اللي صار بالزاب، الزاب يعني منطقة الحمد لله من يوم التحرير ولحد هذا اليوم ما صار عندنا أي خلق أمن، قدرنا أنه نصلح
ما أفسد داعش وما دمر داعش. يعني أنتم تدرون داعش دمر النسيج الاجتماعي بالكامل، وصلت الحالة إلى أنه الأخ يقتل أخوه والابن يقتل أبوه وابن العم يقتل ابن عمه بسبب هذا الفكر الإجرامي فكر داعش. احنا الحمد لله في مناطقنا قدرنا ان نصلح هذا الامر، وصارت الحاله انه يجرم المجرم ويبرئ البريء والحمد لله، لانه الله سبحانه وتعالى يقول ولا تزر وازره وزر اخرى. امامي هذه الحاله هسه موجوده كثير، يعني في كل المنطقه عند كل العشائر، انه الناس قتلوا اقاربهم وقتلوا ابناء عمومتهم. فهذا اللي نريده منكم احنا، انه انتم مسموعين كلام الوجهاء المختارية، يعني رؤساء القوم يعاونونا ويعاونون أنفسهم ويعاونون مناطقهم في سبيل حلحلة هذه الأمور. يعني لا أحد يشيل جريمة باسم الغير، سواء كان الابن مجرم يجوز قد يكون الأب بريء، يجب أن يحاسب بريء لا يحاسب على المجرم، لأنه الظلم ما يخلق إلا عداء، وانتم تعرفون يعني انتم الامور اللي صار بها ظلم شنو اللي سببته؟ سببت ان الكراهيه والحقد وخلتنا ناس تنتقم من الناس. وقد يكون في بعض المناطق صار سبب الظلم حتى صار الارهاب. فاحنا ما نريد نعيد الارهاب مره ثانيه. نريد الكل تقف ايد واحده ضد الارهاب، الارهاب محاربته مو فقط بالسلاح. الإرهاب فكر يا أمام، والفكر يحارب الفكر. يعني على علماء الدين أن يحاربون هذا الفكر، وعلى شيوخ العشائر أن يحاربون هذا الفكر، وعلى المدرس بالمدرسة يجب أن يحارب هذا الفكر، والمعلم أيضا من خلال التعليم للأطفال يحارب هذا الفكر، والأب والأم في المنزل يحاربون هذا الفكر، حتى تكون جهود من كل المجتمع لمحاربة هذا الفكر التكفيري، فكر داعش اللي كل شافته ايش سوى بينا وين وصلنا، وصلنا لهالحالة المأساوية هذه. أمامي أنا أعتذر على الإطالة، والله المقصد إني أشوفكم وأسلم عليكم وأسمع منكم، وإحنا ترى كلنا شريكين بهذا اللي صار. وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى ما يعود علينا حتى نلتم هذا اللمة المباركة ونلتقي بهذا الوجوه المباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم علينا بخير وأن يبعد عنا شر الأشرار وكيد الكائدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير وبارك الله فيك. فإحنا نتكلم بالجانب اللي إحنا اختصاص به، وهو التعليم للأطفال في الجانب العشائري، يعني مثل ما تكلم به الشيخ. فاحنا نحيي الشيخ عيسى واهلا وسهلا ونبارك له ونسال الله عز وجل انه يوفقه. امين. اي والله والله يوفقه بدعوه يعني خاصه ان شاء الله. الله يسلمك. اي والله. فاحنا اول نقطه نطلبها من الشيخ يحسبها من عندنا اخويه انه نطالبه بموضوع المركزيه، وهي كلكم تعرفون المركزيه اليوم البيت ما بي مركزيه. احنا ننطلق كل انسان ترى ينطلق من بيته، شوف دائما بالشارع تلقى انسان يعكس فد امور، ترى هذه من التربيه بالبيت. شوف الطياره منين تنطلق، تنطلق من المطار. شوف المطار شنو روابطه، شنو اسسه، شنو تربيته. فاحنا نطالب بجانب من المركزيه، لان بصراحه فقدنا المركزيه. احنا نسولف طبعا واضح، لان احنا الشيخ ترى خصنا بين اللي عندنا نسولف. مو هيك؟ الله يسلمك. احنا عقب نفس الوقت ولو انت سولف احنا نسمع منكم ونريد نصائحكم، يعني الله يسلمك. فاحنا احنا ولد المجتمع، الله يبارك فيك. احنا ومن العيل يقولون لنا عاليين، من التعاوج يقولون لنا تراكم عوجان. اي شيء. لا ما حشان شنو، احنا لا نبيع، احنا ما نغلط وعندنا اخطاء، سولفوا لنا حتى نسمع منكم. فاحنا من جانب خدمتكم. الله يسلمك. فاحنا من جانب المركزيه، من طرائف المركزيه، عند واحد من شيوخ الساده جاي له خطار على البيت، فقال له الخطار يابا اطلب. قال والله انا لحم ما اكل، اريد عرب، دجاج عرب. قالوا كان اقضب الديش وارد اذبحه. قالوا كان السيديه تقول لي لا تذبح هذا. قلت ليش؟
قالت مو هذا مو لك، هذا نتشنع. ايوا هذا الثوره هنا صايره بالبيت وانا ما ادري. ها قلت جيبوا، قلت جيبوا من ديوكنا الخاصات وسهل. قالت شان تروح تلعوش واحد، المهم قالت شان اجيب الديك ونطيب شان يذبح السيد وتعشى الفطار وراح. قال ورا ما راح الفطار وشان يجي السيد قال وين الدجاج؟ اجمعوه كله. قالوا شان يجمعونه بقراج. قال جيبوا لي موسيا شاطرات. قالت شان تربع بالقار ناوش. قال المهم قال اخير وحده دحجت وانها صايره صبه وراي. قلت خو ما بشي بالبيت؟ قال والله. قلت اليوم من هم فصاعدين اللي يملك بهذا البيت؟ ها هو واحد بالبيت، ما يصير اني مقعد بالبيت وهذا العالم متقاسم البيت وانا ما ادري، ما يرى هذا الحكي. فاحنا شو نريد يا شيخ عيسى؟ الطريف الهدف اللي نريد نصله. ها الهدف اللي نريد نصله، احنا مع كل احترام لاخواننا الحشد الشعبي كلهم، والله اللبسه اللي لابسينها شرف لنا كنا والله وبالله وبالله. لكن احنا شو نريد؟ احنا نريد نفتهم. احنا لواء 56 واحنا نسولف بصراحه، لواء 56 يعني من يجي واحد من ولدنا من السيطرة ويقول أنا من لواء 56 ما جاي يهتمون بي الأخوة الموجودين الباقيين القوات الأمنية، جاي يعني ما جاي ينطونه حقه، ما جاي يقولوا له أنت مصح لهم صحيح. فإحنا نريد مركزية اللواء 56، نريد ناس تختارونهم، ناس أهل مسؤولية بالمكان الران. يعني أنا من أجي على شيخ عيسى مع احترامي كل الموجودين، أنا أريد أقعد باللواء أشوف أخذ درس وأروح على أهلي، مو اخذ درس اقول والله لقيت البلباب راهم والقاعد راهم والمستقبل راهم والامور راهمه. وما اريد اني مثلا كل اربعه من اخواننا الحشد يحط له اربعه بس سياره ويفتر على العرب ويتكلم باسم الشيخ عيسى بدون علم الشيخ عيسى. فهذا الموضوع منين فصاعد احنا نوصله للشيخ عيسى، للشيخ السيد الامر اللواء، نقول له ترى اليوم صاعدنا يشخر صح لو صحيح. فهذا الجانب اللي احنا نطلبه بجانب المركزيه اللي احنا نطلبها من حضرتك، انه يكون لهاللواء هذا اسم، ونسال الله سبحانه وتعالى ان شاء الله تكون رايته اعلى رايه ان شاء الله. مو فهذا من جانب المركزيه. اما الموضوع الاخر اللي عمامنا يطالبون به، انت بالنسبه لك عندك اليوم انعام قبيله، كل عشيره بها شيخ، كل عشيره انعام قبيله مثلا، هذا مثال احنا قلنا، عند كل عشيرة بها ممثل، تعال ممثل السادة الشراطة، من هو شيخ الشراطة؟ سيد غازي. سيد غازي ما موجود، سيد عبد تعال أنت ممثل عن شيخ غازي. ترى أنت عندك سبع قرى، هذا السبع قرى أنت مسؤول عليها، أي خرق يصير، أي مسؤولية يصير، أي أمر يصير عندك متواصل وياي، صح ولا صحيح؟ أريدك من يصير من التهجس، وأنا قلت لربعنا قبل فترة قلت لهم ويسمعون هم، قلت لهم سمعت اثنين ثلاثة ريجهم مو زينة. ترى الريجو مو زين، ترى هالمره ما بيها بس ريجو مو زين، ترى ما بيها مجال بعد مجامله ماكو، صح مو صحيح؟ اي هذا الجانب الاخر. الجانب الاخر يريد اكو صارت فجوه بين العشائر وبين الحكومه، بحيث انت حضرتك حسيت بها وما حسيت بها. اليوم من الان يريد اروح للواء او انا بدي اكلف واحد من الشيوخ الموجودين اللي هم هسه على القاعدين اقول له تعال روح على اللواء، يقول لي اخي والله ما حد يسمع حسيت، ما حد يتعاون وياك، ما حد كذا ما حد كذا.